مرحبا، معكم رجال من عالم الهوايات. حاكون معكم ان شاء الله كل يوم رمضان الساعة 12 نتكلم فيها عن فنون. نتكلم عنها فنون مع فنانين وحرفيين من اهل الخبرة في المجال. اليوم حنتكلم عن عجلة الفخار مع استوديو عناصر، وضيفتنا اليوم استاذة هلة مؤسسة استوديو عناصر. اهلا وسهلا. نبغى نتكلم اول شيء، والسؤال الاهم واللي دائما يتكرر علينا، ايش الفرق بين الخزف والفخار؟ حتى انا في الاستوديو السؤال هذا دائما يتكرر علي، والناس يسموه عاده الخزف بالفخار. طيب خلينا نشرح كده كل ماده لحالها عشان نعرف نفرق بينها. الفخار طينه ارض تنعجن، نشتغل عليها مسامية، بمعنى لو حطيت فيها مثلا الموية أحس بالرطوبة من برا، فبدي طريقة ما أقدر ألون طينة الفخار لأنه إيش الألوان ما حتكون دائمة فيها. بينما الخزف طينة أرض ينضاف عليها مواد تخلي جزيئاتها متماسكة أكثر، بالتالي نقدر نلونها وإيش تكون الألوان فيها ديوربل، تكون موجودة للأبد. الفرق كمان الثاني بين الاثنين، الفخار عادة ينحرق على درجات حرارة منخفضة، بينما الخزف ينحرق على درجات حرارة تعتبر في عالم الخزف عالية. طب كيف طيب نعرف القطعة إذا هي آمنة للأكل والشرب أم لا؟ طيب بكذا قاعدة عامة، طبعا في أكثر من عامل لهذا الموضوع، بس خلينا نتكلم على قاعدات عامة. أول شيء عادة إحنا بنشتري طين جاهز وبنشتري ألوان جاهزة، فحتلاقي المعلومات هذه متوفرة على الليبل او اللي هو يعني التعليمات اللي موجودة على قطع المنتج، تمام؟ حيقولوا لك اذا هو امن للغذاء او لا. البارت الثاني بقاعدة عامة، اي شيء حرقه عالي بنتكلم فوق كون 5 فهو امن للاكل. عادة الاشياء اللي حرقها منخفض تكون غير امنة، بس دحين طبعا الشركات سوت تركيبات جدا عبقريه، فتلاقي يعني مثلا عندك دانكن، عندك مايكو، موفرين فود سيف جليزز لللو فاير. هذا بنتكلم عن الجليز، هذا بنتكلم عن الجليز. طبعا لما نيجي نتكلم على الطينه نفسها، اذا احنا مثلا نبغى نستخدم الطينه من غير بسك فاير اللي هي تكون الحلقه الاولى ما تلونت للاكل والشرب، عادة طينات السيراميك ما هي آمنة للأكل. مثلا الجليزات اللي تتكسر مو عشان هذا شكلها، تتكسر بسبب سوء الحرق أو سوء في الكواليتي حقتها بجودة الجليز، فهذه غالبا غير آمنة للأكل. طيب إيش المتطلبات اللي يحتاجها الشخص هو ما هو فنان علشان يكون حرفي في الطين؟ طيب دائما أسمي نفسي حرفية مو فنانة، وهذا فرق. أيوه. ليش؟ لأنه أنا ما أشوف أنه الخزف محتكر بس للفنانين، يعني له أكثر من هدف، سواء كأهداف خارجة تماماً عن الكرييشن وعن الفن. يعني أنا اليوم نزلت بوست عن أني كيف أستخدمه كتأمل أو كمديتيشن أو كتمرين لتهدئة الأفكار. فأنا أشوف الخزف فعلياً مناسب لكل أحد، هو حرفة فيها playful زي ما يسموها، إنه يعني فيها كثير من اللعب، فهي ممتعة كمان. وإحنا عادة الكبار بننسى يعني نلعب بالضبط، فهي يعني حرفة بالضبط، هي لعبة للكبار. يعني دائماً في الكلاسات أقول إحنا جايين بنلعب وبنطلع أشياء، بالضبط، وبنطلع أشياء حلوة، لأنه دائما مودنا يعكس على المنتج اللي إحنا بنصنعه بيدنا. أوكي. يعني إذا كان مودي مو كويس حتكسر القطع؟ مو دائما، مو شرط. يعني حتلاقي يعني سبحان الله درجة تركيزك على العجلة تفرق تبان. أحيانا يكون أحد بيعمل مرة كويس وفجأة كده تلاقي افتكر شيء يده جابت معاه. اوكي. ايوه تركز كل تركيز على الشيء. بالضبط. يعني هذا جوابا على انه هو الخزف لمين. ايش المتطلبات؟
حاقسمها لقسمين، في عندنا البناء اليدوي وفي عندنا على العجله. تمام، البناء اليدوي جدا سهل انه اي احد يبدا فيه لانه ادواته غير مكلفه، نقدر حتى نستبدلها بكثير اشياء من البيت زي الشوكه، الملعقه، السكينه، الملعقه الخشب، فنقدر ايش نبدا فيه بالضبط المطبخ. بينما الويل صراحه دائما ما انصح الناس انها تشتري عجله قبل ما تكون اخذت دوره او كلاس او جربت نفسها فيه. العجلة على الانستغرام نتفرج على فيديوهات وشكلها يكون مرة سهل وسلس، بعدين نيجي نلاقي اغلب الناس مشاكلهم في ايش؟ في التوصيل. وحنيجي على العجلة في الجزء الثاني من اللقاء برضو نعطي شوية تكنيكات عن التوصيل. فدائما انصح انه في العجلة جربوا، خذوا كلاسات، بعدين بعد ما تختبروا نفسكم وقتها اقتنوا العجلة. اوكي، اهم شيء في العجلة التوصيل، البداية الأساسية هي كل خطوة تبني على اللي قبلها. فإذا إحنا ما وصلتنا طبيعي أي خطوة بعدها ما حتزبط معنا. أوكي، طب كيف تكون قوام الطين يعني إنها تكون جاهزة إنها نستغل فيها في العجلة؟ يعني طيب كل خدام عنده بريفرنس، عنده يعني تفضيل معين للطينة. عادة نبغى الطينة تكون ما هي مرة سلسة ولا هي مرة صلبة، ما نبغاها يعني مرنة بزيادة. زي مثلا عندنا البورسلان هذا ما نستخدمه للمبتدئين لأنها طينة جدا مرنة في الشغل، بينما لما نستخدم شيء زي اللي جربت من عندكم السنو وايت والطينة العالي حق البيج ممتازين للأشخاص المبتدئين لأنه المرونة متوسطة، فبالتالي ضغط اليد نقدر نتحكم فيه بطريقة أفضل. إذا ما يصير إحنا ما بنشوف الأسئلة. أوكي، طيب إذا عندكم أي استفسار تفضل معي. طيب لما نشتغل على العجلة دائما بيصير يعني زي الويست أو زيادة، فهل نقدر نعيد تدويره أو إنه خلاص؟ أعطينا لما نشفت 100% نقدر نعيد تدويرها لما تنشف، حتى لو نشفت او ما نشفت. فانا بقول يعني حتى لو نشفت تماما احنا نقدر نعيد تدويرها. في اكثر من اسلوب، في ناس تلاقيهم يخلوا السطل جنب الويل حقتهم اول باول، يرموا في السطل يكون معبى مويه، وبعد فتره يطلعوها شويه يخلوا المويه تنشف ويعجنوها يعيدوا استخدامها. في اشخاص لا، يسيبوها في سطل ناشفه لين ما يتعبى بكميه معينه ويبداوا البروسس من البدايه حقت الريسايكلينج. احيانا سوء التخزين ممكن يخلي الطين يتكون عليها عفن، العفن هذا ما يخلي الطينة تخرب، العفن هذا مجرد ما يدخل الفرن حيكون خلاص يختفي تماما. بس انه ريحته جدا مزعجة. اوكي، يعني اي شيء يزيد علينا ما نرمي. ما نرمي طبعا. اوكي، اهم شيء اي شيء يزيد في الوقت هذا بالذات في الوقت هذا يعني في شورتج عالمي في مواد الطينة، ومواد الطينة يعني ترى ما تخرب بسهولة، يعني المايننج حقها يستخدموا اكثر من منجم عشان يكون ترى بس نوع واحد، فهذه المواد احنا ما نبغى يعني وي دونت وانت ويست ات. اوكي، يعني ثمينه يعني ما تحس بقيمتها بس هي ترى ثمينه بالضبط. اوكي، طيب عندي سؤال، اقدر الون بجريز وفوق اندر جريز بنفس الوقت؟ يعني الون بجريز ابيض وفوق ارسم. تلوني بجريز ابيض، طب ليش ما تلوني باندر جريز ابيض وبرضو أندر جليز للرسم؟ عادة الأندر جليز مرن أكثر للرسم، تقدر تستخدم الأندر جليز فوق الجليز بس مو دائما النتائج تكون مضمونة. عادة أفضل أستخدم ألوان من نفس الجروب، يعني مثلا إذا أنا بستخدم أندر جليز حكمل، طبعا هذا ما يمنع أنك أنت تجربي. وعادة كمان في الجليز جربوا لأنه أحيانا تزبط معاكم خلطات تماما بنتائج ما نختلف، واحيانا العكس يعني يطلع لنا اشياء غير متوقعه، مفاجات غير ساره. طيب في كمان كيف اختار الالوان المناسبه؟ كيف نختار الالوان للطين ولا للجليز؟ ايوه السؤال شويه مو واضح، يعني هل هو للطين ولا للجليز، ولا هل هو قصدك شركات الجليز؟ بس اذا حنجاوب جواب على الاثنين مع بعض، عاده نبغى درجه حراره الطينه تتناسب مع درجه حراره اللون.
فإذا إحنا بنشتغل على طين حرقه عالي معناته إحنا بنشتغل على ألوان كمان حرقها عالي والعكس صحيح طبعاً. طيب استوديو عناصر يقدم خدمات للخلافين وللمحترفين للمبتدئين، هل استوديو عناصر ممكن يوفر الحرق أو فين ممكن أحرق أو هل أفضل أشتري فرن؟ استوديو عناصر ما احرق عندي، دائما اوجه الناس اللي يسالوني هذا السؤال لعالم الهوايات، فممكن تحرقوا عند عالم الهوايات عندهم الخدمه هذه. هل تشتري فرن او لا؟ اذا كميه الانتاج عندك قليله او عندك ما انصح انكم تشتروا فرن، لانه تكلفه الفرن عاليه، وعاده الفرن لما نشغله بفول لود انه يكون معبى للكامل، فاذا الانتاج يعني بنتكلم عن قطع معدودة افضل انكم تتعاملوا مع مكان يحرق لكم القطع، بس اذا مثلا اتطور الموضوع وصاروا مبدعين وصار في انتاج وقتها جدا تسوى انكم تجيبوا فرنكم الخاص. طيب انا حخليك هنا وحروح على العجله وحادخل من اكاونت إليمنت فحتلاقوا دحين الشاشه حتنقسم عندكم. وايش حابين نسوي اليوم عشان مره الفرد سوينا كاسه نسوي فازه، ممكن نسوي فازه تمام. طيب حنبدا نعمل دعوه ليست من هنا. هل البث راح ينحفظ؟ ايوه راح ينحفظ. نبدا وجدان. ايش في طرق تساعد على تبسيط الطين؟ تبسيط الطين. طيب هنبدأ على العجلة خطوة خطوة. في البداية بأربط سطح العجلة. اليوم حنستخدم الطينة المفضلة الجديدة من عندكم اللي هي الطينة البلجية، راح جدا رائعة في الشغل. كتوسيط في أكثر من طريقة، في طريقة إني أنا في البداية أحط الطينة زي ما دوبي خبطتها والعجلة واقفة وفي إني أنا أبدأ أضغط من أكثر من جهة عشان بس اساعد نفسي على تثبيت الطينه. تمام، ابدا اضيف مويه وابدا بالضغط من الاعلى لاسفل. هذه طريقه، في ناس يحبوا يستخدموا اليدين بطريقه انه الضغط يجي من جهه واحده برضو من الاعلى لاسفل. طبعا لو تلاحظوا يدي ما هي ثابتة، في التوصيل نبغى نوصل لمكان انه اليد تكون في ثابتة. في بعض العجلات زي هذه العجلة بس ما بدأناها عشان يبان، هتلاقوا فيها خطوط، هذه الخطوط تساعدنا انه احنا نعرف اين مكاننا من التوصيل. أبدأ أكمل عشان أرجع أضمن الأنانية في الوسط، هأعكس ضغطي بدل ما كنت أضغط من الأعلى للأسفل هأضغط من الأسفل للأعلى بحيث إن الطينة تطلع لفوق، وبعد كده أعكس.
طبعا بنكرر العملية أكثر من مرة، كل ما كنا مبتدئين معناتها طبيعي حياخد الموضوع معانا شوية أطول. مش ده ممكن تأكدي لي إن الصوت واضح؟ الصوت واضح أو لا؟ في مرحلة أحيانا نستخدمها وقت التوسيط واضح. اللي هي مرحلة الكونينج. في الكونينج بنطلع بشكل مخروطي وبعدين نبدأ ننزل. طبعا الكونينج يساعدنا على التوصيف بشكل أسرع وبشكل أصح. أي طينة زايدة لما تلاحظوا بيدي ما برجع أرجعها هنا، زي هذه مثلا خلاص حطيتها في الحوض، وهذه حتستخدم بعد كده في الريسايكلينج. نبدأ الخطوة الثانية، نفتح العجلة، نفتح الطينة. وطبعا كل شوية بنضيف موية. بعد كده الخطوة الثالثة اللي هي السحب. السحب كثير ناس يعتقدوا إن هي ضغطة قوية، بس هي ضغطة جدا رقيقة على الطينة. حركة العجلة تساعدنا أو تساعد على مرونة حركة الطينة، فإحنا ما نحتاج غير إنه إحنا نضغط شيء بسيط ونحرك يدنا في الاتجاه الصحيح. الوجدان طلبت إننا نسوي هذا، إحنا ما نقول لا للوجدان. إيش أنواع الورش اللي توفرها استوديو عناصر؟ وإيش المستوى المناسب لكل ورشة؟ طيب في استوديو عناصر بنستقبل كل المستويات، من المستوى اللي ما عمره قعد على إلى الناس اللي حابة إنها تطور من نفسها وتبدأ تبتكر أشكال جديدة. من نوع للتجارب نسميها. حاليا في حساب استوديو عناصر منزلين جدول رمضان، حنكون بندي كلاسات يوم 20 رمضان بإذن الله. طبعا الناس المبتدئة دائما أنصح إنها تدخل تجربة عجلة الخزف، اللي هو يعني أكثر كلاس مطلوب وأكثر كلاس يعني الأكثر مبيعا عندنا. بعد كده إذا أحد مهتم إنه يقتني العجلة حقته أو إنه حتى يطور مهارته فيها، فبأنصحهم بدورة مبادئ العجلة. والناس اللي اوريدي عندها خبرة وحابة بس تعلي في المستوى، في تجربة في الكلاس اللي هو حق المستوى المتقدم. لو تلاحظوا إلى الآن أنا ما استخدمت ولا أداة غير يدي على العجلة. في ناس يتحمسوا لما يشتروا عجلة وتلاقيهم يجيبوا كمية أدوات، وأنا واحدة من الناس اللي سووا كده أول ما بدأت. بعدين استوعبت إنه فعليا أكتر أداتين ما أستغنى عنها هي الإبرة والمشحاف. المشحاف اللي هو هذا وهذه الإبرة. حاليا التسجيل في استوديو عناصر عن طريق الواتساب، قريبا ان شاء الله حيصير عندنا كمان متجر الكتروني. خبر حصري. خبر حصري. وفي خبر حصري تاني في الباكج اللي مع عالم الهوايات، وكلاسات زوم لحبايبنا برا الجزء. يعني حاسه انكم انتم ما انتم في جده برضه تاخذوا مع استوديو. الشرف لينا يا وجدان. طيب كده شلت الطين الزايد لتحت، آخر خطوة بالمشحاف البازة من تحت. وجدان يعني صراحة ما أوصف لك الشغل على الطينة هذه قد إيش ممتع، يعني بدون مبالغة من أحلى الطينات اللي اشتغلت عليها. هذا الطين الزايد
البيت تبع عالم الهوايات إيه؟ هل يحتاج بعد ما ينحرق الغلاف فوق وتطبق ناعمة؟ على حسب استخدام المنتج، يعني إذا المنتج حيستخدم للأكل والشرب ده أنا حأنصحكم إنكم تضيفوا كلين، بس إذا المنتج يعني زي البازة ما حناكل ونشرب فيها، فإذا حابين تحتفظوا باللون، لأنه عادة اللون البيج على الطينة يكون مرة حلو في الحرق. آخر شيء طبعا بنستخدم السلك عشان نشيل المنتج اللي سويناه. إذا السلك ما طلع معانا فبليز لا تتضاربوا مع الطينة، شيء بسيط نضيف موية ونرجع ثاني نفتح، هتلاقوها بدأت تتزحلق معانا بكل سلاسة. هذه تقول أنا أشتغل في الميل مرة صغيرة وعندي الحد صغير لكن الاهتزاز فيه مرة عالي، الجهاز أفكر أجيب عجلة كبيرة أشتغل فيها، ميني تنصحيني؟ الغرض من الشغل على الميني جدا مختلف من الشغل على الويل. طب احنا حنشيل هذا ونبدأ واحدة ثانية. الميني يعني ما تقدر تسوي فيه أشياء فانكشنال، أشياء ممكن استخدامها يعني غير للزينة. كمان الميني تحتاج كفة يد جدا جدا عالية عشان الاهتزاز الطبيعي، أي ويل ميني حتكون بيحصل فيها هذا الاهتزاز. فإذا هي حابة تطور من مهاراتها ممكن تنتقل للعجلة الأكبر، بس الميني ترى يعني الناس ممكن كمان برضو تحسبها سهلة، الميني ما هي سهلة لأنها فعلا تحتاج خفة يد، وأحيانا حتى بإصبعنا ما نقدر نشتغل، فنجيب أدوات كمان يعني زي الإبرة وزي أدوات النحت الخشبية. هي ايش الفرق بين العجله اليدويه والعجله الكهربائيه والعجله الميل؟ هل كلها استخدامها واحد؟ كلها استخدامها واحد بس الجهد يختلف، يعني لما نستخدم العجله اليدويه بنتحكم كمان حتى بسرعه رجلنا، ومطلوب مننا ان احنا كل شوي نحرك رجلنا بطريقه معينه. اتوقع اليدويه اللي هي الباندنج ويل. الباندنج ويل تستخدم اكثر في البناء اليدوي أو للتزيين، يعني أحيانا لما نبدأ مثلا ننحت على قطعة أو شيء زي كذا، لكن ما تقدري تستبدليها بالعجلة الكهربائية هذه. ممكن تدخلي لي درجات الحرق إيش الأعلى وإيش الأقل؟ عالم الحرق في الخزف عالم جدا كبير، بس حأختصره في إني أنا أقول درجات الحرق اللي هي الأكثر استخداما. عادة البسك فاير اللي هي حرقة البسكوتة بتكون على أكوان صغيرة زي كون 06 04 07، هذه الأكثر يعني الأكثر متعارف عليها. بعدين نجي للحرق حق الألوان، طبعا إذا طينا حرقها واطي غالبا اللون حيكون في نفس المستوى، بس الأكوان اللي حرقها عالي كجليز بتكون تبدأ من كون 6 كون 10، هذه عادة اللي في البورسلان اللي هي الطين الصودا. لو الطين نشف مرة وصار صلب كيف ممكن ارجع استخدمه ثاني ولا خلاص ما اقدر اعيد استخدامه؟ طيب ايوه هذا السؤال جاوبناه تلاقيه البث حينحفظ باذن الله. تكلمنا عن طرق للريسايكلينج او اعاده تدوير الطينه. سؤالين كمان. ذكرتي عن الباكج اللي حيكون مع اهلنا او مع استوديو عناصر مؤسسته اهلنا، ايش هو الباكج؟ الباكج هو عبارة عن عجلة سي 28 مع أدوات، أنواع أدوات عن هريك ومية حتى تنتقلي لهناك. يعني أوريك ومية الحمد لله. طيب كذا حأنهي هنا على العجلة. حتكون على الأدوات.
مجموعة من الأدوات، الأدوات الأساسية والأدوات اللي من القطع والأدوات التشطيب والنظافة، وحتكون كمان معها مثبت تشكيل الطين والمجال، حتكون كمان معها مجموعة الطينات، الطينات الجديدة بعالم الهوايات بيض الثلج والبيج والأحمر، حتكون في معها كمان الكورس مع استديو ناصر. هنقدم عالم الهوايات كلاس تعريفي، مستهدفين فيه طبعا الجميع مرحب فيه، بس احنا عاملينه خصيصا للناس اللي هي ما هي في جدة وما تقدر تحضر كلاساتنا. هيكون كلاس تعريفي بحيث انكم انتم لو اقتنيتوا العجلة تقدروا تعرفوا كيف تستخدموها وتستفيدوا منها. وش دام ما قلتي لنا ايش درجات حرقات، ايش درجة حرق الطينة اللي حتكون في الباكج؟ حتكون من 5 to 6، كون 6 وكون 5، which من حرق متوسط لعالي. هنا نقدر ناخذ آخر سؤال اللي هو العجلة اليدوية حلوة للمبتدئين ولا؟ العجلة اليدوية حلوة للناس اللي حابة تشتغل على البناء اليدوي لأنها جدا تخلي الشغل أسرع وأسهل، بس ما تقدر تسوي يعني ما تقدر زي ما ذكرت انك تستبدل بالعجلة الكهربائية، يعني لا تتخيلي نفس النتائج. كده ما شاء الله فازتين. طيب بجدان مرة شكرا على اللقاء الخفيف، نورتيني وما نستغنى عنك، ودائما تكون مرجعنا الأساسي لما تتوهوا أبدا لا تترددوا، أحلوها ما شاء الله عليكم تجاوبها في أقل من الأولى، لا تكلموها 24 ساعة، هتلاقوني أرد عليكم على الدايركت وعلى الواتساب. طبعا اللي حابب يشترك في الورشات زي ما ذكرت لكم التسجيل عن طريق الواتساب، هتلاقوا الجدول على بوست في حساب عناصر، واتمنى اشوفكم ان شاء الله. ابدا لا تفوت الفرصه، وعلشان فرصه ثمينه انكم كمان تكونوا مع استوديو عناصر تتدربوا عشان كده دخلنا في موقعنا كمان، وحيكون كمان في إمكانية تقسيط أضفناها، تقدروا تقسطوا السعر عليه. طيب وصلنا على نهاية الحلقة، وحنقول سؤال الحلقة، إيش هو الفرق بين الخزف والفخار؟ حينزل إيش الهدية؟ حينزل بوست، وحتكون الهدية فائز واحد قسيمة شرائية بقيمة 150 ريال من عالم الهوايات. جاوبوا تحت البوست، منشنوا ثلاثة من صحباتكم أخواتكم قرايبكم. ممكن توصلوا للناس ولا نوصل هناك كل نوصل للخليج والسعودية وجدة. ومرة كانت حلقة حلوة، كانت حلقة جدا 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 ممتعة، وحتكون محفوظة بإذن الله، حتنزل في حسابنا، وإن شاء الله نلقاكم بكرة في حلقة جديدة، وإن شاء الله نورون. شكرا.